السلام عليكم، رجعت لكم من جديد ونتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. اليوم رجعت لكم بواحد لاغوتي اللي هي جديده، نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. وعلاش بدات بغيت نتكلم معكم بحال هكا؟ بغيت نبارك الامهات اللي وليداتهم تبارك الله يعني اجتازوا الامتحانات ديال البكالوريا وديال كذلك الاولى وثاني بكالوريا. نتمنى ان شاء الله انهم يكونوا دوزوها على خير وبخير، ونتمنى ان شاء الله يكون خير يا ربي. الله يسمعكم اخبار الخير، لان البنات صراحه اللي ماشي سهله، خصوصا يعني لي بارون، يعني اش غادي نقول لكم، بحال مساكن تيكونوا هما اللي كيدوزوا هاد لي زيكزام. فالله يفرحكم يا ربي بوليداتكم وتشوفوهم ان شاء الله كيف ما كتبغيو، لان واحد السنه طويله ديال العناء ديال الصبر ديال المثابره، لا من جهه ديال الوليدات ولا من جهه ديال الاباء. فنتمنى ان شاء الله هاد السنه هادي تكون واحد السنه ديال الفلاح وديال النجاح وديال الفرحه ان شاء الله وديال السعاده، وتشوفوا وليداتكم ان شاء الله كيف ما كتبغيو ومن جميع المستويات. يعني كنهضر على الاولى وثاني بكالوريا لانهم هما شويه اللي تيكونوا يعني كنحسوا بهم فيهم واحد النوع ديال لو ستريس وهذا. ونتمنى ان شاء الله النجاح يعني لجميع المستويات ولجميع الوليدات، والله يفرح جميع الاباء ان شاء الله، لان شي حاجه اللي ماشي سهله يعني في هذه الوقيته هذه. عاد خلينا نقولوا كنقطفوا الثمار ديال هاد السنه هذه. نتمنى ان شاء الله تكون واحد الثمار اللي هي زوينه، واحد الثمار اللي هي ناضجه ولذيذه لذيذه بزاف. فوالا البنات، دونك نخليكم معايا وندوزو ان شاء الله باش نشارك معكم مجموعه الاشياء. فكما كتشوفوا معايا، يعني اول حاجه كنديروا يعني في جميع البيوت من بعد ما كندخلوا للدار هي الكوتي، يعني الوليدات بسلامتهم تيجي فيهم الجوع هذا. هاد الاشياء البنات فانا شريتها، يعني ما حضرت حتى شي حاجه في الدار. عرفتي البنات مازال ما قدرتش نرجع للروتين العادي ديال شحال هادي، يعني باقي فيا العيا ديال رمضان، ما عرفتش علاش. المهم كنحاول انني نتاقلم مع الوضع. المهم انا كما كتشوفوا راني قضيت باشياء كما قلت لكم اللي انا شريتها، ودخلت مباشره للمطبخ باش نوجد لوليداتي دي بول. كما تتعرفوا هادي وقت ديال الامتحانات، يعني خاصهم ياكلوا مزيان وهذا، سيغتو بالنسبه لولدي الكبير. اما ولدي الصغير سلامته راه باقي، ولكن هاد الكرات البنات فهم زوينين وصحيين بزاف. انا البنات خديت واحد الكميه ديال التمر اللي انا فورتها كما تتشوفوا، زدت عليها شويه ديال القرفه مزهر وشويه ديال القرنفل. هنا البنات زدت عليها كذلك شويه ديال الشوفان اللي انا طحنته. هنا بالنسبه للشوفان عندي داك الشوفان اللي فيه الفواكه الجافه، وسعليم كذلك السفوف. بالنسبه للبنات السفوف ما كيبغيوش ولا ياكلوه ليا بحال هكا قليل فاش كياكلوه، فطحت على بالي هذه الفكره، قلت علاش ما نديروش لهم مع التمر بهذا الشكل هذا. وخصوصا ان السفوف كما تتعرفوا يعني فهو غني جدا بالمكونات باش كنحضروه، يعني زنجلان، اللوز، الدقيق، يعني هذا فيها البنات الدقيق ديال القمح، صراحه كيجي مفيد بزاف. فانا كما كتشوفوا فانا خلطت هذه المكونات مع بعضها، قديت ديبول بهذا الشكل هذا غير صغيره هكا باش يقدوا انهم ياكلوها. واحد نصف هكا فانا دوزته في الكوك كيف ما تتشوفوا، غير هكا باش كنعطيه واحد الشكل اللي هو جميل وهذا، يعني باش حتى هما يتشجعوا انهم ياكلوه. ودرت لهم كذلك زنجلان، يعني حتى هما دوزتهم في زنجلان صافي. وهادو البنات غادي يبقاو سوا يفطروا بهم الصباح، اولا ندي لهم واحد جوج ولا ثلاثه معاهم ليكول. المهم غنكون مرتاحه، يعني نشوفهم كياكلوا في هاد الكرات هادو، يعني نقدروا نسميهم الكرات ديال الطاقه، فانا غادي نكون مرتاحه صراحه من الجهه ديالهم. هنا البنات فانا يعني نطل الصاله مباشره باش نجمعها، لان البنات كنحاول انني نبقى نمسح الغبره بواحد الشكل اللي هو منتظم، لان كما كتعرفوا يعني الغبار يعني الا خليناهم يتراكموا فيعني الدار صراحه تتولي في واحد المنظر غير لائق بتاتا. يعني من الاحسن نحاولوا يعني واحد نهار نهار لا نمسحوا هكا الغبار الا كان عندنا الوقت ضيق، لان الغبار البنات هما اللي كيخليو تبان الدار يعني مسخه، وفي واحد يعني حتى النفسيه ديالنا ما تتكون صراحه مزيانه. فنحاولوا البنات اننا يعني نحيدوا علينا العجز نوضوا واخا جينا من الخدمه. يعني دابا كما تتعرفوا بعض البنات كيقولوا لي واش يقدك الوقت، دابا البنات ما كاينش اي عذر، لان دابا الساعه كما تتعرفوا زادوها تقريبا الخمسة كنكونوا في الدار، ولا المغرب يعني تقريبا راه ثالث تسعود عاد كيظلم الحال، يعني عندنا متسع ديال الوقت صراحه باش نديروا بزاف ديال الحوايج، يعني ما كاينش اي عذر بتاتا. وبركه من النعاس يعني نجيو نوقفوا في البيوت ديالنا باش حتى في الليل تبقى لينا يعني كنعسوا حنا مرتاحين.
سيغتو ملي كنديرو واحد الشغل وكنتحركو تنقضيو بعض الاشياء، فاكيد ملي كنبغيو نعسو تنكونو يعني عيينة، يعني صافي كنعسو واحد يعني واحد النوم اللي هو عميق، وتنفيقو الصباح ان شاء الله مرتاحين. فانا كيما تشوفو معايا يعني درت غير واحد الدورة خفيفة هكا في الصالة، يعني دوزت لاسبيغاتور، مسحت الغبار هكا من هاد لي سوندغي، مسحت كذلك السرجم. بحال هكا البنات ملي كنديرو هاد التنظيم هذا اولا هاد التنظيف عفوا كل نهار، فما كنلقاو الصعوبة ملي كنبغيو نخملو الدار، يعني كنلقاو داكشي ساهل، يعني كل مرة كنحيدو علينا حويجة. بحال مثلا غدا عاود غادي نجمع لو سيجور، نحيد ديك الزربية نسوسها، ندوز عاود لاسبيغاتور، نمسح هداك السريجم، نرد كذلك هداك لوغيدو اللي حيدتها ديك المرة سبنتو. المهم متبقاش ليا بزاف ديال الحاجات، يعني هكا ملي كيجي الويكاند كنكون انا مرتاحة ومسالية وكيبقى ليا الوقت باش ندير بزاف ديال الحاجات. هنا البنات فانا دزت مباشره باش نحضر الوجبه ديال العشاء. غير على فكره بالنسبه للعشاء غادي نحضر العشاء لوليداتي، غادي نخلي واحد الكميه هكا لينا باش نتسحروا بها، لان غدا ان شاء الله عوالي نصومو. وصافي البنات انا بالنسبه للعشاء غادي ندير واحد الكغاطان ديال لي فخوي دماغ. المهم الفواكه البحر البنات كانوا عندي هنايا من رمضان، يعني كانت بقات لي واحد الكميه في الكونجيلاتور فانا جبتها. انا كما كتشوفوا فانا شحرت شويه ديال البصله مع شويه ديال الثوم، يعني حتى كيتشحروا صافي. وغادي نوضع فيهم شويه ديال الكالامار اللي انا قطعته قطع صغيره، مع شويه ديال القمرون كما تتشوفوا اولا الكروفيت. بالنسبه للبنات البيشاميل فانا كنشري هذه الجاهزه اللي كنت شاركت معكم هذا شحال، صراحه كتنفع وكتقتصد عليكم يعني اولا كتوفر عليكم الوقت بزاف، يعني ما كتبقاوش اي واقفين بزاف. بالنسبه للبنات الفواكه البحر فهي كتطلق الماء، يعني سيغتو ملي كتكون هكا كونجلي كتكون كتطلق الماء، فهادشي علاش خاص لاصوص بيشاميل تكون شويه متلوقه باش ما يجيكمش عاود قاصح بزاف. كما تتشوفوا معايا شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار، وغنزيد كذلك لي زيرب دو بروفونس يعني دوك الاعشاب المنسمه. تقدروا كذلك تضيفوا الزعتر، كيف ما تقدروا كذلك تضيفوا واحد شويه ديال الزبده، صراحه كتنسم الطبق بواحد الطريقه اللي هو اللي جميله بزاف. بالنسبه لاكريم فريش ديال الخاصه بالطهي فانا كنضيفها على هاد المكونات هادو كما تتشوفوا، صراحه تيجيو معلكين من الداخل وكيجيو لذاذ بزاف، يعني تقدروا تستغناو عليها يعني تكتفيو فقط بلا بيشاميل، مي انا صراحه عجبني كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين. صافي هنا قديت الكغاطان ديالنا كما كتشوفوا، هادو غادي نخليهم ان شاء الله حتى الوقيته ديال السحور، عاد غادي ندخلهم الفران. كما كتشوفوا درت فوق منهم لا بيشاميل وشويه ديال الفخوماج، وليداتي راه قديت لهم طبيصلات ديالهم وعطيتهم يتعشاو. كما كتعرفوا يعني الوليدات خاصهم يتعشاو على تيسع. وهنا فانا رجعت دوزت واحد التشفيفه، يعني داكشي اللي كان بقى لي قبيله ما كملتوش دزت يعني باش نكملو، لان البنات خاصني ولا بدا ندخل الكوزينه سينو غادي نخلي وليداتي يعني نعطلهم في العشاء. يعني مشيت قديت لهم العشاء ديالهم، قديت يعني السحور ديالنا في نفس الوقت، ورجعت هنايا درت عاوتاني واحد الدوره باش هذاك التفرتيت والاشياء يعني اللي كتبقى هكا في الدار راكم كتعرفوا مع الوليدات نجمعها. يعني ولا الوقت طويل ولا نهار تبارك الله وصل عندي طويل، هذا ولدي البنات عزيز عليا واحد الحاجه انتم غادي تشوفوها معايا، يعني كيحماق عليها عارفني كنهضر عليه راه كيضحك، دونك تيبغي دائما البنات يمشي ياكل غلاله حتى تيحماق عليها. دونك مره هكا تنبقاو نخرجوا في العشيه تدي يعني لواحد لو بارك هكا كيلعبوا فيه وهذا، وفي الناس ديال غلاله يعني كما تعرفوا حنا هنايا في المغرب يعني راه عندنا يعني في لي بارك وفي الشريدات وهذا تيكون واحد الكريرسات ديال مالين غلاله فوالا كاينين لي دودان. دونك كيبيعوا غلاله وولدي البنات كيحماق عليها، خلاص ولدي الكبير ما تتعجبوش يعني ما تيبغيش ياكلها، مي ولدي الصغير تيموت عليها. ومهم كنمشي كندير له خاطرو وكنشري له واحد جوج ديال الزليفات لون الجو هذا، لان سيغتو دابا هاد الايام النهار يعني طويل بزاف، يعني الواحد كيبغي يبدل الجو والولادات حتى وسلامتهم تيقنطو، يعني واخا تيرجعو من المدرسة تيبغيو يخرجو تيبغيو يعني يشوفو بزاف ديال الحاجات. وصلنا لأسواق السلام، جيت ليها ان شاء الله باش غادي ناخد شي حاجة محتاجة هاد الدار شي صخرة وصافي، ومن بعد عاد غادي نمشيو للشردة. المهم هداك لو بارك ولدي تيحماق عليه لأنه فيه يعني فيه باش يلعبو هذا،
لا بصراحه كاين مشكل غير واحد ديال ستاسيون. السلام عليكم، كاينه شي بلاصه عافاك؟ لا لا، البنات كاين مشكل صراحه ديال ستاسيون ولكن يعني في هذه الاسواق الثانيه اللي كاينه هنايا. صافي شكرا واخا. المهم البنات انا غنستاسيوني ندخلو نعاودو نتلاقى، ولا لقيت نصور لكم يعني راه غادي نصور لكم. مزيان خارجك هنا البنات غادي ندخل ناخذ واحد الصخره اللي انا محتاجاها للدار. وعرفتي البنات منين خرجت من الدار والدنيا خاويه، يعني خاويه بزاف يعني كتصفر، والرباط هو معروف هذه المناسبات ديال الاعياد يعني دائما تيكون خاوي ويعني ما تيكونش عامر يعني بديك الوتيره كما تيكون شحال هذه. وبالنسبه لبنات الاسواق السلام فانا ما صورت لكمش بزاف لان ما لقيتش شي حاجه جديده بارابور مع الاشياء اللي صورت لكم شحال هذه، مع عدد الاشياء اللي انا صورت لكم هي اللي بانت ليا هكذا جديده. المهم البنات مشينا لاسواق السلام، خديت بعض الاشياء ورجعنا للدار لانني بديت مشينا للجرده لقيناها حتى هي خاويه ما كاينه حتى شي حاجه، وخا ولدي صراحه دار ليا فضيحه على قبل الغلاله لاننا ما لقيناهاش وما لقيت منين ناخذها له. المهم رجعنا للدار البنات، راه كنت باغا نصور لكم ولكن راه بقى كيبكي كيبكي على قبلها، وبقيت كندور عرفتي فين ما كنعرف شي مول غلاله مول فتن تنشوفو غير هكا كنكون دايزه وكنشوفو، ملي كنمشي كنلقى البلاصه ديالو خاويه. المهم ما لقيت البنات ندير له صراحه، يعني حتى رجعنا للدار بقيت كنسكت فيه، شريت ليه بعض الاشياء هكا في الزنقه باش يسكت ليه وهذا وصافي. ورجعنا للدار صافي دوش له ونعس. المهم البنات كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم، وانا البنات خاصني نشوف غلاله نبقى نشريها نطيبها لولدي لانه تيحماق عليها، وخا صراحه ما خاصنيش نكثر له منها لانها سيرتو ديال الدار اللي كتكون مزيانه، يعني خاصني نبقى نقاده له في الدار، اما ديال الزنقه صراحه ما نثقش فيها انني نبقى نشريها له دائما. وسبحان الله البنات عرفتي كيحماق عليها، يعني الا حطيت له لي بونبون غلاله كيخسرها هي سبحان الله العظيم، يعني مع العلم ان خوه الكبير ما تيبغيهاش بتاتا، كيحمق عليها يعني داقها مره وحده، وكان داقها البنات في هذا في الباديه وحمق عليها، دونك من تما ولات كتعجبو. المهم البنات كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم، نتمنى من كل قلبي انها تنال الاعجاب ديالكم، وحاولت انني البنات باش ما نغبرش عليكم اكثر بغيت نشارك معكم هاد لا فيديو. ان شاء الله استناوني فيديوهات قادمه وغتكون زوينه ان شاء الله متنوعه فيها افاده، واكيد اكيد ان شاء الله غادا تعجبكم. فخليت لكم لهنا، الله يفرحكم بوليداتكم يا ربي وبصحتكم ويسعدكم مع الناس اللي كتبغيوهم، وتلقاو ان شاء الله فيديوهات قادمه باذن الله. باي باي.